من المهم حينما تقع أي مشكلة أن يحسن الحل فيها. ولهذا سمعت من الوالد حفظه الله تعالى مرارا يكرر: لا بد أن يتعلم الناس الطلاق قبل الزواج، أن يتعلم الناس الطلاق قبل الزواج، لأنه أحيانا كثيرة يطلق سهما يهدم أسرة بسبب موقف هو ما فهم موقف زوجته أصلا، ما فهم موقفها أصلا، لا رأى الأمر شك في شك معين أو فهمه فهما خاطئا وفرع على الفهم الخاطئ حكما صارما بهدم الأسرة، فهدم أسرة من دون أن يملك أحيانا رجعة، لأنه قد يكون الطلاق ثلاثا وقد يكون الطلقة أو الطلقة الثالثة من دون شيء. في رمضان الناس صائمين في ليلة رمضان في ليالي، هو باغي الشاهي بالحليب وهي سوت له شاهي أحمر، وشوية كلمة 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 إلين قالها طلاق. رجل أراد أن يشتري، امرأة أرادت أن تشتري ناقة، فقالت إني أشتري ناقة أشرب من حليبها، قالها أن أشرب نبانة أشرب بيها، قالت له إن الرجل ملزم بالنفقة على المرأة، ما المرأة وكلمة منها وكلمة منها، لا الناقة اشتريت، ووقع الطلاق الثلاث بين الزوجين، وأشياء كثيرة جدا من هذا القبيل. ثم يأتي يوجد من أغمي عليه، والزوجة التي تقول طلقني طلقني هي تصر تصر بذلك، بعد الطلاق مباشرة قال له توم نسوي ايش، سير اسأل شوف لنا أشيء. الأمر كان له قواعد شرعية، من قواعده الشرعية أول شيء قواعد شرعية، أمر كلا الزوجين بالمعاشرة بالمعروف، وقع خطأ وقع تقصير لا بد من حوار ولا بد من تفاهم، ما أجد التفاهم وعارضت المرأة ونشزت توجد صلاحيات للرجل، وهذه الصلاحيات مضبوطة بأدق الضوابط. الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، الوعظ، واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لاحظوا تدريب تدرب الوعظ، والوعظ يأخذ مدته الزمانية، بمعنى لا يكون الوعظ اللحظة وبعده ينتقل إلى تصعيد الأمر، لأن الواحد منا لا يعدل طبعه بالمرة الواحدة، وإنما يحتاج إلى أجل، يحتاج إلى زمن. ثم ما نفع الوعظ يأتي الهجر في المضجع، يأتي الهجر في المضجع. ما معنى الهجر في المضجع؟ معناه أن لا يجامع الرجل زوجته، يكون بعيدا عنها. عندما يجتنب الرجل مجامعة زوجته عقوبة لمن؟ عقوبة لمن؟ نعم؟ اثنين. ثم ليست عقوبة للاثنين، هي شرح للاثنين ماذا يعني الطلاق، درس توضيحي فهم ماذا يعني، هذه صورة تقريبية لماذا يعني الطلاق. ثم هجر في المضجع، لو كان للرجل زوجة ثانية ما يصير عند الزوجة الثانية، لأنه أمر ألا يهجر إلا في البيت، ألا يهجر إلا في البيت، هناك مكان. فإذا كان المشكلة من الرجل 70% بالنسب، سيسعى كل واحد منهما لعلاج الخطأ الذي من قبله. ثم بعد ذلك مرت الهجر في المضجع ما أجدى، وبعض العلماء يقيدون الهجر في المضجع بألا يزيد عن 4 أشهر. لماذا لا يزيد عن 4 أشهر؟ لأن طاق
التحمل، كل زوجين قد لا يصبر بعد ذلك، وقد يؤول الأمر إلى فتنة ويكون دعوة إلى قضاء النهم من غير الزوجين. ثم تبين لنا أن الهجر ما يؤدي إلى علاج، وضح خلاص إذا كان الهجر سيؤدي إلى علاج لأدى في الأربعة أشهر، ما أدى في الأربعة أشهر بمعنى أنه يلجأ إلى الخيار الآخر، ولا يهجر إلا في البيت. لما لا يهجر إلا في البيت لا يلزم أن يكونوا عارفين بالمشكلة. قرابتها لو كان يهجر ويخرج خارج البيت كان الكل سيعرف ما المشكلة بينهما، لكن باقي القضية بين الزوجين. ثم يؤول الأمر بعد ذلك، بعد ما نفع الهجر وما آتت ثماره لا في الزوج ولا في الزوجة، خلاص الآن كل واحد من الزوجين فهم فأدرك وعلم ماذا يعني الطلاق، يعني وصل إلى صورة تقرب له الطلاق، يرفع يصعد المسألة إلى حل آخر قد ينفع وهو الضرب. والضرب أمر أن لا يضرب الوجه وأن لا يقبح وأن لا يكون الضرب مؤثرا، بمعنى ضرب يكبح هو أكثر من كونه عقوبة نفسية جسدية، هي عقوبة نفسية. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الوعظ واستخدم الهجر لكنه لم يستخدم الضرب، بمعنى أن الضرب لا يلجأ له إلا في أحوال تقتضيها ظروف. طبعا الأصل القاعدة كما يقول بعض الفقهاء أن يجري وفق هذا التدرج، والظاهر والله أعلم أن ذلك ليس على إطلاقه، لأن المعاصي أو المخالفات التي تأتي بها الزوجة قد تكون كبيرة، فلهذا قد يستدعي الأمر تعجيل الضرب أحيانا، طبعا بشروطه وآدابه وقواعده. ثم ما أجدى كل ذلك فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. في الآية الأخرى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. من أجدى كل ذلك فكيف يطلق الزوج؟ لا يطلق الزوج إلا في طهر لم يجامعها فيه، إلا في طهر لم يجامعها فيه. وقعت المشكلة في حيض لا يطلقها في الحيض، وإنما ينتظر حتى تطهر من حيضها. وعندما تطهر من حيضها، المرأة في أيام حيضها تكون متوترة، ثم هي لا تستفيد من زوجها فائدة التمتع ولا الزوج يستفيد منها الفائدة المنشودة، فقد يكون كل واحد منهما زاهدا في الآخر. وبالإضافة إلى ذلك قد يكون اليوم الأول من الدورة الزوج عنده استغناء، لأنه يمكن اليوم الذي قبله قد قضى وطره، فعنده ما زال بمعنى الحاجة لم تبلغ درجتها التي تفرض عليه. إذا بلغت أيام قضت تكون حاجته إليها أقوى، فآنذاك الشريعة تراعي وتركز وتعطي ذلك حتى يفكر كل واحد منهما. والطلاق محرم على الزوجين في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه كما ينص بعض أهل العلم. كيف يكون الطلاق محرما على المرأة؟ كيف يكون محرما عليها الطلاق؟ هي لا تطلق، محرم عليها طلب الخلع بناء على هذا الرأي عند هؤلاء العلماء. وفي المسألة يوجد كلام، ما نفع ذلك كله سيطلقها في طهر
لم يجامعها في، وهذه المدة ذاتها تقرب له في الوقت ذاته معنى الطلاق، تقرب له معنى الطلاق. ثم بعد أن يطلق تبقى المرأة في بيت الزوجية ثلاث حيض لا تخرج منها، ولا يصح له أن يخرجها، ولا يصح قل تنازلت عن حقي، لأن هنا ليس حقا للزوج فقط ولا حقا للزوجة، وإنما يوجد حق لله تعالى في ذلك. تبقى المرأة في بيت الزوجية ثلاث حيض، يدخل يشوفها، خارج يشوفها، تبقى نفوس بينهما تقارب هذه المدة. لو كان السبب قابلا للمعالجة لما بقي على الفرقة ولتراجع، وسهل أمر الرجعة حتى أن الرجل لا يحتاج إلى، يحتاج إلى شهود، لا يحتاج إلى إذن والدها، بمعنى أسرتها لا تتدخل في الموضوع، يمكنه أن يأتي بشاهدين رجلين بالغين ويشهدهما أني رددت فلان بنت فلان الفلانية بحقها وبما بقي من طلاقها من دون تعقيد للمسألة، حتى يتشجع الناس على رجع زوجاتهم.